يلا بس ماذا عاملين المسدس؟ من؟ مسدس؟ من قتل من؟ هذا ما حد غيره حمود. انت عجبتنيش المسخره اللي جاي يسويها هو؟ انت مو قايل منك اليوم من وقت خبرني زهران. اي نعم. ماذا زهران؟ زهران انا امس رحت المستشفى ولقيته جالس يكلم السيستر مرتاح ومستانس لاخر درجه، وقلت انت هنا بطلع حطش. ها؟ ايه؟ يا اللعين، هذه سوالفه ها؟ سيد ما عليك. تعبانة واجد. صح معلم، انت كيف عرف؟ اكيد تعرفه في فؤادي. شفت وجهش اصفر، باي شربت؟ ها معلم ما باي شربت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش في وجهك انت هنا؟ اعوذ بالله. خذعني. في ماله وجهي؟ احنا اليوم زيت حال؟ قبلي وجهك صوب القدار، يا ما اريد اشوف وجهك، خذ منه. جايبة بيولي هدية حالك، نعم هدية متشخصة. ما يحتاج هدية، ما يحتاج، تعني بنفسك تعب حالك. الله يهديك، يحتاج وزول بعد. كيف ما يحتاج؟ الله يهديك، ما يحتاج. أنا في الحقيقة لما سمعت إن اللي رامس بيت زوج، نعم، قلت لازم أجي أشارك في هذه الفرحة الغالية العزيزة على قلبي. مشكور، مشكور.